أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بألف خير وانتم تتابعوا هذا الفيديو على قناتي. في هذا الفيديو جبت لكم فرض فصل الأول في مادة العلوم الطبيعية والحياة لسنة أولى ثانوي جدع مشترك علوم وتكنولوجيا. قبل ما تبدأوا هذا الفيديو نذكركم فقط باللي هذا الفرض راح تلقاوه مصور كاملا للتحميل في حسابي على الانستا او التيك توك، وجو تتفرجوا الحل معايا هنايا، يعني في التيك توك والانستا تروحوا تحاولوا فيه وهنايا تجيو تتفرجوا الحل معايا. ما تنساوش فقط كذلك تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ ونباشروا في هذا الفيديو. عنا التمرين الاول: يرتكز النمو عند الكائنات الحية على مجموعة من الآليات لإبراز إحداها، تعرض الوثيقة الآتية. عنا الشكل با: تكبير الشكل ألف. عنا 1 2 3 4 5 6 7 8، هذو عبارة عن بيانات. سمي البيانات المرقمة وعنون الشكلين ألف وباء، ثم رتب مراحل الشكل ألف معتمدا على الوثيقة ومعلوماتك. اكتب نصا علميا توضح فيه التغيرات التي تمس عنصر الشكل ب خلال الظاهرة الممثلة في الشكل ألف. في التمرين الثاني: تخزن المادة العضوية في النباتات بأشكال مختلفة. يظهر الفحص المجهري لبذرة الشعير الجافة غير المنتشاة بعد تلوينها باليود حبيبات ممثلة في الشكل ألف من الوثيقة 1، وأثناء الإنتاج تأخذ المظهر الممثل في الشكل ب من نفس الوثيقة. اقترح فرضية حول مصدر المادة الضرورية للنمو عند النبيتة، تعرف على هذه الحبيبات ثم صف الصور المجهرية الممثلة في الوثيقة 1. سمحت عملية وزن كمية السكريات المرجحة في بذرة ونبيتة الشعير مع مرور الأيام بالحصول على منحنيات الوثيقة 2. حلل وفسر المنحنيين، هل تتوافق النتائج مع الفرضية المقترحة سابقا؟ عن السكريات مرجعة من النبيتة، سكريات مرجعة في البذرة، الزمن أيام بداية الإنتاج، الوزن. نروح دوكا إلى الإجابة النموذجية. بالنسبة لتسمية البيانات، عنا البيان الأول هو جزء المركزي، ثاني كروماتيدا الصبغي، ثالثة القلنسوتين القطبيتين، 4 نواة، 5 صفيحة خلوية، 6 هيولة، 7 جدار سيتوبلازمي، 8 خيوط المغزل اللالوني. عناوين الشكلين: الشكل 1 رسم تخطيطين لمراحل الانقسام الخيطي المتساوي عند خلية نباتية، الشكل ب رسم تخطيطي لصبغي. ترتيب المراحل: عنا بي ثم دي ثم آ ثم سي، يعني هذو كامل ترتبهم. برك نحاولوا انه نشرح فقط. عندكم هذاك الجزء المركزي اهو جاي هنايا في الصورة، هاي لكم. هذو الكروماتيداتين، هذا عبارة عن صبغي كامل وحده. هذا درنا له تكبير مين منا، بس هذو ما عبارة عن صبغيات. هنايا كي تروحوا تشوفوا حتلقاو واش كنت تسمي قبيله كامل. عندنا النص العلمي: المقدمة، تعريف النمو والانقسام، المشكل العلمي، ما هي التغيرات التي تمس الصبغيات خلال الانقسام الخيطي المتساوي، العرض، المرحلة التمهيدية، تكون الصبغيات مضاعفة وكل صبغي مكون من كروماتيدتين، المرحلة الاستوائية، تنظم الصبغيات المثبتة على خيوط المغزل اللالوني في المستوى الاستوائي للخلية، المرحلة الانفصالية، ينفصل كروماتيدتا كل صبغي ويهاجر كل منهما إلى أحد قطبي الخلية، المرحلة النهائية، تنفصل الخليتين البنيتين وبكل واحدة منهما نفس عدد صبغيات الخلية الأم، الخاتمة، تنمو الخليتين البنتين تحتفظ إحداهما بخاصيتيها الميريستيمية وتدخل في انقسام جديد، بينما تستطيل الخلية الثانية وتتميز من أجل أداء وظائفها. بالنسبة للتمرين الثاني: اقتراح فرضية حول مصدر المادة الضرورية للنمو عند النبيتة هي المدخرات، التعرف على هذه
الحبيبات حبيبات النشاء. وصف الصور المجهرية: الشكل الواحد نلاحظ أن حبيبات النشاء تكون واضحة متكاملة. الشكل الثاني نلاحظ تآكل حبيبات النشاء متأكلة وتحولها إلى سكريات بسيطة قابلة للاستهلاك من طرف النبيتة من أجل النمو. التحليل والتفسير: يمثل المنحنيين تغيرات كمية السكريات المرجحة في بذرة ونبيتة الشعير بدلالة الزمن. حيث نلاحظ في بداية الإنتاج تكون كمية السكريات المرجحة في البذرة قليلة وثابتة، وذلك لأن البذرة في أصلها تحتوي على سكر معقد النشاء في حين تكون منعدمة في النبيتة. بعد مدة وجيزة من الإنتاج تتزايد كمية السكريات المرجحة في البذرة بسبب تفكيك النشاء إلى عناصره البسيطة جلوكوز، وهذا ما يؤدي إلى بداية ظهور هذه السكريات في النبيتة. عند اكتمال الإنتاج تتناقص تدريجيا كمية السكريات المرجحة في البذرة حتى تنعدم، لأنها تستعمل في إما في تفاعلات الهدم لإنتاج الطاقة اللازمة للنمو أو في بناء التراكيب الأساسية في النبيتة التي تتناقص فيها هي الأخرى كمية السكريات. الاستنتاج: أثناء إنتاج البذرة يتفكك فيها النشاء إلى سكريات مرجعة التي تستعملها النبيتة أثناء نموها، وعند نفاذ مدخرات البذرة تصبح النبيتة نبات قادر على صنع غذائها بنفسها بفضل عملية التركيب. نعم، تتوافق النتائج مع الفرضية المقترحة سابقا. هنا فقط اللي مش فاهمها انه البذرة تاعنا تروح تخزن كامل الاسم التحفي المدخرات في هذه المنحنيين، دينا زوج منحنيات تغير كمية هذه المنحنيات راحوا داروا لنا فيها بذرة ونبيتة الشعير بدلالة الزمن. لاحظنا في بداية الانتاج انه كمية السكر في البذرة قليلة على البذرة في أصلها، حيث أن البذرة في أصلها تحتوي على سكر معقد. بعد مدة وجيزة من الإنتاج تتزايد كمية السكريات في البذرة ناتجة عن تفكيك النشاء داخلها، وبعد اكتمال الإنتاج تتناقص هذه الكمية السكريات وحتى تنعدم، لأنها استعملتها في الطاقة والنمو وفايس واحد أخرين قادرة أنها تستهلك منها سكريات كثيرة. لهذا قالك أثناء إنتاج البذرة يتفكك فيها النشاء إلى سكريات مرجعة التي تستعملها النبيتة ومدخرات البذرة، تصبح النبيتة بات قادر على صنع غذائها بنفسها. نتمنى انه الفيديو استفدتوا منه ونال اعجابكم وقدرتوا انكم تفهموا كامل العفايس اللي حطيتهم لكم هنايا في الفيديو. كما قلت لكم ونعاود نذكركم كل يوم انه كل فيديو انه الفرض تاعك والاختبار راح تلقاه جوست في الانستا ولا في التيك توك، وراح نحط لكم كامل الروابط تاع هاد الصفحات اسفل هاد الفيديو، تابعوني فيهم. نتلاقاو في فيديو قادم بإذن الله. مع السلامة. باي. See you later.